مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. الين الياباني واليورو والفرنك السويسري العملات الأقوى على الإطلاق، في حين أن الباوند البريطاني أضعف العملات الرئيسية. يتراوح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بهدوء ضمن نطاق 1,1163 وال 1,1250. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني هبوطيا تحت مستوى 105.83. يستمر زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي باتجاه أدنى سعر له منذ سنتان، والاتجاه الهبوطي يهدد مستوى 1,000. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.